عزلات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي وعداك. ما شاء الله واحد الفيديو اللي واعر بزاف، ولكن قبل بغيتكم تخليو لي بزاف 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 ديال لي لايك الا كانوا كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات. خليو لي واحد اللايك لايك 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 وعاد اجيو نكملو الفيديو. اليوم ما شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو اللي زوين بزاف. نتوما اصلا في حالي اي حاجه عندها علاقه بخمسة دراهم، اي حاجه عندها علاقه بالرخب، بنات الدراوج، بنات الشعب، تتحماقوا عليها حتى انا كنبغيها لانني عودتكم هكايا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مكياج كامل من ا تل زد بمكياج ديال خمسة دراهم. ها هو يا البنات انا دايره لكم داكشي هنايا، عرفتش انا كيفاش غادي ندير نوريه. ها هو يا البنات شريت كلشي بخمسة دراهم، وهادشي هذا بانسو، هاد الايبال غوز حتى هو بانسو، هذا باش غادي نفيكسي الفون دو تان ديالي وداكشي. المهم كلشي هنايا بخمسة دراهم، وغادي نوريكم داكشي من ا حتى زد، وغادي تشوفوا النتيجه قدام عينيكم. غادي تشوفوا واش هاد الماكياج ديال خمسة دراهم غادي يطلع لينا زوين، وغادي يعيق بين الناس ولا ما غاديش يعيق. فخليكم معايا، انا دايره المرطب ديالي ديما 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 يا البنات. خصكم ترطبوا الوجه ديالكم، اصلا تكون مقوميه الوجه ديالكم. انا مقوميه وجهي، دايره ماسك مرطبه الوجه، خاصو يكون الوجه نقي ورطب رطب. دابا انا وجهي تنحس به رطب ونقي وكلشي، حتى الفم ديالي ودايره مرطب. دابا راه تمسح ما تنحس بفم رطب وجهي رطب. اول حاجه يا البنات غادي ناخذوها هي هذا الفون دو تان. هذا الفون دو تان سميتو ان سي 20، ها هو هذا بخمسة دراهم البنات حتى الاخر. وغادي نقول لكم داكشي، وغادي نهضروا على بزاف ديال الحاجات. هو هذا ها نتوما البنات، هو هذا انا خديت لا ريفيرونس 01. تخيلوا البنات هاد لي فون دو تان ما تيقوش بهم، واخا يبان لك 01، قلبت واحد لقيتو 01 وفي الاخر لقيتو سمر. المهم دير انا هنايا انك من تيبقى عندك عامين، ونورمالمون اي فون دو تان تيبقى عندك فاش كتفتحيه 12 شهر 6 موا واقيلا واقيلا، هادشي اللي عارفه. في زعما الاس بي اف 15. المهم انا غادي نجرب الفون دو تان قدامكم البنات. وها اللوين ديالو غادي نحاول انني ندير في صبعي. ها هو بعدا القوام ديالو ثقيل نتوما، ودهني تيبان دهني. اصلا لي فون دو تان الخاص يكونوا كاملين دهنيين، ما نكرهش انني نلقى فون دو تان رخيص ويكون دهني دهني ديال بصح، لانني انا كنحس بالبشره ديالي جافه. بالنسبه للريحه ديالو زوينه، الريحه ديالو زوينه بحال شي كريم. وغادي نطبق الفون دو تان ديالي بهذا البانسو هذا اللي كيكون داير بحال هكا، وانا كندير به بعض المرات الفون دو تان. نشوف نري بالي انايا هاد البانسو غادي يمسح ليا، غادي يمسح ليا شي شرب. ويلي شوفوا بحال ما درت والو. نشوف لا 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 صراحه انا كندير الفون دو تان ديالي بداك البانسو الابيض هذا يمسح لي. ولي ولي تا الفون دو تان لصق هنايا بحال هادي ما درت بيه، راكم شفتوني في الفيديو نتوما كاملين. ها هو كامل لصق. نمشي نجيب بانسو. صراحة تأكدت أن هاد البانسو لي كيكون بحال هاكا كيدي فون دو تان، هو كامل مشى بحالي مدرتش. شوفو بحالي مدرتش كاع. غادي نحاول نعاود ندير، وعاد هاد فون دو تان ديال خمسة دراهم يعني مكيكونوش كيكوفريو بزاف. تانت بعدا راه ديالي شوفو البنات لي كيبقاو. المهم راه مغاديش ندير عنقي، حقاش إلا درت عنقي. شوفو هانتوما شتو ملي كديرو بهاد البانسو بلا خدوها البنات، راه كاين بخمسة دراهم عند مية خمسة دراهم. اول حاجه بعدا الفون دو تان زيت، هذه اول حاجه عجبتني. البنات رجعت لكم من مورا ما وزيت هكا الفون دو تان. انا ماشي كنوزعو 100% حتى عارفه راسي غادي نعاود نديرو بالبيوتي بلاندر. غادي نحاول ناخذ هاد الفيكساتور وغندير شويه. راكم عارفين البنات فيكساتور من نهار عرفت انه زعما تيخلي الفون دو تان فيكسي، وليت كنديرو ديما، وليت كندير هاد القضيه. فغادي نبلانديو. اول حاجه لاحظتها في هاد الفون دو تان انه خفيف، يعني داير تقريبا بحال شي بابا كريم دهني. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه غير رجع لك وجهك دهني بزاف، هذا الفون دو تان ديال خمسة دراهم كيصلح البشرة اللي كتكون جافة عادية. جافة عادية، انا بشرتي واش جافة واش عادية والله ما عرفت. نتوما هذا باش عجبني انه كيت استومب مزيان. بالنسبة لاكوفرونس ما بيهاش عادية. نتوما يعني الا كانوا عندك بزاف ديال ليطاش وبزاف ديال الحبوب راه ما غاديش يضرك لك لانه خفيف. مش البنات عشت راسي في المرايه ما كيضرق حتى شي حاجه، فحال شي بابا كريم، بحال لي بحال شي بابا كريم. كذبش عليكم، غادي نعاود نحاول ندير زعما
كوش تاني، نعاود ندير الكوش تاني. البنات بحال الكوش الاول بحال الكوش الثاني صراحه ما درقش ليا، فحال بيبي كريم دايره خفيف وصافي ما كيدرقش لي طاش وداكشي، لانني انا كنشوف راسي هكا في التليفون كيبان، يعني التليفون راكم عارفين مع الكاميرا كيزيد شويه نغزه، مي مباشره هكا في المرايه وكنشوف راسي مباشره ما كيدرقش، مي كيعطي واحد لافي زوين ومزيت بزاف اكثر من اللي كتخيلوا. مي انا كيعجبني صراحه فوندو تاع هكا، هو مزيت بزاف تنظن هذا لا جلستي بها جوج سوايع تنظن انه غادي يرجع لك وجهك تيقطر، مي عجبني الغوندو ديالو. ها دابا يا البنات غادي ندوزو لونتي سير، خديت هذا اللي الاسم ديالو يوكسيا بيوتي زعما هدى بيوتي كونسيلر، ها هو انا هذه هي لا ريفيرونس اللي كنحماق على صراحه ما فيش ريفيرونس وديروا على ريفيرونس على المساخات. المهم الريفيرونس اللي كنحماق عليها هذه اللي كتكون صفراء بحال هكا اللي كتعطي لي سيرن ديالنا كتعطيهم واحد واحد الاضاءه واعره وما لقيتو حتى شي فوندو تاع هكايا. عافاكم البنات الا كانت رجوع عزيزه عليكم هبطوا لي كومونتير، واذا كتعرفوا شي ريفيرونس شي اونتي سيرم في هاد لا ريفيرونس الصفراء هادي وكون رخيص بيان سور قولها لي في لي كومونتير. المهم هذا هو الاونتي سيرم جاي على شكل اكل، غادي نديرو العينين تاعي نقص منه باش ما يتهرش وغادي نشوف واش كيدرق اولا لا. شتو هذه هي لا ريفيرونس اللي كتعجبني انا صفيفره كتعطي واحد الاضاءه واعره بزاف. شتو شحال درت وشتو بحال ما تنديرتي حاجه، حاول اني نعطي اضاءه هنا وهنا وهنا كديري بحال ما كديريش هذا. المهم اول حاجه لاحظت انه خفيف البنات، انه خفيف اصلا المكياج ديال 5 درهم معروف البنات انه تيكون خفيف. ها ونمشيو نطابوطيو هنايا نشوف. المهم كاينه شي الاضاءه خفيفه البنات خفيف، اما هو تيعطي اما لافي ديالو زوين، ها هو شويه خفيف. انا هدي الصفريه اللي كتعجبني وكنحماق عليها باش نكون معاكم البنات واضحه، راه ما ضرقت حتى حاجه ما ضرقت حتى شي حاجه. نعاود ندير كوش شتو شحال كندير والو حتى الاخر البنات، وغادي نهضر ليكم على هذا الشيء ونقول لكم شنو الحاجه اللي تقدروا تشريوها في 5 درهم وشنو الحاجه اللي ما تقدروش تشريوها، يعني شنو الحاجه اللي انا عمرني شريتها. المهم بحال ما درت حتى شي حاجه والو يا البنات ما فيه حتى سميتو، انا واحد هزيت واحد داير بحال الكروس هذاك كان كيضرك شويه حيت ملي جرباته البنت في يديها بان لي انه ثقيل شويه، مي هذا البنات بحال ما كديروا حتى شي حاجه راكم شفتوها نتوما. المهم حتى ديك الاضاءه ما عطاش ليا كاع بزاف معناش، المهم دايز. ودابا اشنو غادي ندوزو؟ غادي ندوزو البودر، ها هي خديت هادي تاهي سميتها هو سميتها هوتي بيوتي بودر كيك، هانتوما عجبو بالسميه ديال هذا. انا شحال درت البنات هادشي ديال 5 دراهم، وباش نكون معاكم واضحه فوتي غير الوجه وشري كلشي ب 5 دراهم حيت فريمون والله انا وجهي كان زوين بزاف بزاف، كان وجهي زوين مي ولاو فيه شويه ديال لاطاش بزاف ديال الحاجات والله. المهم البنات ها هي لا ريفيرونس خديت انا 0.3، راكم عارفين لي فوندو تاع اللي كيكونوا ديال البودر اللي كيكونوا ب 5 دراهم ضروري كيكونوا فاتحين بزاف، فانا حاولت اوف ندير لكم الاضاءه فحاولت انني ندير لكم ناخذ لا ريفيرونس 3 وغادي نديرها بهادي بحال اللي كنا كنديروا شحال هادي هانتوما. اوه الريحه ديالها كتحمق هانتوما، شحال كنت كندير انايا في الفوندو تان ديال 5 دراهم بودر ديال 5 دراهم من داكشي البنات، راه ما نكذبش عليكم الا كضرك صراحه البودر. شوفوا هانتوما انا خصني البودر البنات وجهي ناشف تنحس بها تتكشبر ليا وجهي وتتبين لي تجاعيد، شحال هادي كانت عندي هانيه. دابا هادي البنات غادي نخليها ونبقى نديرها فوق عينيا حتى انا ما عنديش مع فاغو بوبيا نخرج به باش ما يبقاوش داك الخطوطه ممكن. اوه شوفوا راك عفريته مع راسك، شوفوا البنات الفرق ما بين هادي وهادي، شفتوا شوفوا الفرق مازال غير خفيف درت كيعجبني ندير البودر بهادي والله عشان تفكرت ايام زمان فاش كنا يلاه
بدينا كنديرو الماكياج وكت تمشي عند مول الماكياج كان هادشي كيتباع ب260، ما كانش ب5 دراهم. فوندو تان كنتي كتلقيه ب260 15 درهم. شوفوا يا البنات شتو الظاهرة تضرق من داك الشي الرفيع. بودر ماشي مشكلة البنات، البودر هاني انكم انا تكون رخيصة غبرة، ولكن الفوندو تان ولكن لا لا البنات، لا خوتي لا خوتي ما تخرجوش على وجهكم كيما خرجت عليه. والله العظيم راه انا كان وجهي صافي 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 بزاف. شوفوا عجبني الغوندي غوندي داك الشيء البنات، حبيت قولي كيفاش جاكم كيفاش جاتكم البودر. ها هي البنات اللي بغات تاخدها، واصلا هو بحال بحال بلا ما بحال بحال هذا البودر كامل اللي كنا كنديروا شحال هذه كامل بحال بحال. دابا انا قلت لي ما نديرش البودر كيما قلت لكم، انا تيجيني وجهي ناشف تيجيني وجهي الغوندي زوين، ولكن البودر تنكرهها لانني تنحس بها كتنشف ليا الوجه نتاعي، مي الغوندي واعر بزاف. دابا البنات غادي ندوزو للحواجب ديالنا. خديت هاد القلم، انا نورمالمون الا رجعت الفيديوهات ديالي شحال هادي كنت كناخد واحد القلم اللي داير ب5 دراهم غلاقتو بيضاء، نسيت على السميه ديالو في خطر، وكنت بغيت ناخدو تنبغي ناخدو تيمشي ليا من بالي لانه داك القلم خطير، اللون ديالو خطير بزاف بزاف وزوين زوين زوين. داك القلم اللي غلاقتو بيضاء وما فيهش جوج جوايه، هادي فيها جوج جوايه، واحد ناصح بزاف وواحد بارد. غادي نحاول انني ندير بهذا البارد. ها هو هادي البنات، في يامات كنت يلاه بيش كندير الماكياج كنت كندير هاد القلم، والمشكله هاد القوالم راه واعرين، مي الطريقه يا عبد الله باش كنت كندير بيها راه عقلتو فاش وريتكم التصاور ديالي، وجني شان شيطان عرفتوا يا البنات، كنت كنطرسي حجباني من هنا وتنقوي النار لا حول ولا صافي. المهم غادي ناخذ هادو غادي نمشطهم، هادو تيكون فيهم هادو ما كيبردوش ديال القلب. يا مثل الغفله ما كناش كنعرفوا هادي، كنا كنشدو هذا تنمشطو بيه. دابا مع ولاد داكشي في الانستغرام كلشي تبدل، خاصنا لا المشطوب هادي سبحان الله الوقت راه تتبدل، راه ماشي بنادم اللي كيتبدل، راه الوقت اللي تتبدل. شوفوا عجباني تبارك الله قوا، والا بغيت نعطيكم زعما نوريكم شنو كنديروا، فغادي نحاول انني انا اصلا عجباني تنعرفش نرسمهم. رسمت حجباني صراحه، داك القلم انا اللي كنت كناخد واعر بزاف حسن من هذا، لان هذا واحد القهوي غادي الحمورة تيبقى يبين لكم مباشره باين انكم رسمتم حجبانكم. سيروا يا بنات قلبوا هاد الموني 5 درهم اولا عند مول المكياج، غتلقاو عنده واحد القلم ما فيهش جوج غير قلم واحد وغلاقته بيضاء، ما عقلتش على السميه ديالو، شي حاجه روز واقيله والله ما عقلت، واعر بزاف هذاك اللون، داك الرمادي الزوينه ولا داك الخزي ما عرفتش كيفاش غادي نعتو لكم. هذه البنات حتى شحال هادي فاش كنت في لاستيك كنديرو ابخي صافي بديت كنعيق، وليت كنعرف ان داك القلم راه ما كيجينيش في حجباني راه كيكون غادي الحموريه. هاتو ملي كنت كنقرجع تنشوف التصاور، دابا مابقاوش عندي التصاور في ايامات لاستيا، عليها اكتشفت هذاك القلم الاخر داك اللون الرمادي زوين، مي كقلم البنات راه زوين تيرسم زوين واعر واعر، زعما اللي كيعجبو فحال هكا هاد اللون هذا قهوي وغادي الاحمر قادي الغرض، مي انا البنات راه مباشره ما جانيش زوين بحال هكا، كان كيجيني شحال هادي وكانوا كيقولوا لي خوتي راه تيجيك زوين وتبقى تقابح معاهم. سبحان الله مع الوقت تتقي عاد تعلمي بزاف الحاجات. حتى انا كنت باغا نشري الماسكارا ما لقيتش ماسكارات الحجبان، ما لقيتهاش نورمالمون كنت كنشوفها، ما لقيتش الهايلايت ماشي لقيت واحد الهايلايت داير بحال القلم عامر بريوم، بغيت نخسر فيه فلوس حيت ما زوينش باينه، وما لقيت شنو اخر صافي ما لقيتش غير ماسكارا الحجبان وغير غير الهايلايت. ودابا غادي ندوزو لهاد الايلاينر اللي صراحه ما نكذبش عليكم جربته في يديا وجربته الصباح قبيله رشقت ليا هكايا، درت الكريم ديالي اللي كندير فاش كنغسل وجهي، وانا نديرو صراحه زوين، وحتى من درتو في يديا ما بغاش يتغسل داغي. قبل ما نجربو غنهضر لكم عليها وغنقول لكم زعما صوروها. ويا البنات واعر بزاف قلبو عليه، عنده مولاي 5 دراهم. هاد الخضر هذا سميتو سميتو هيكسيا، المهم ما ديوش عليها، المهم هذا ديال الويفيرا واعر وعلى شكل فيتخ. شوفوا يا البنات خطير خطير، شوفوا شوفوا وحق الله العظيم لبن واعر. اختي داك النهار مشات شريت هذاك ب25 درهم. البنات ترجعوا فيديوهاتي غتلقاوني كنت كندير هذاك ديال 5 دراهم داك الليموني، مي مع الوقت تعرفي ان هذاك تيبقى يبري، والايلاينر ما خصوش يبري مشكله، هادشي ديال الماكياج مشكله والله العظيم. من موراها صافي عارفه ان ما كاينش ايلاينر هكايا فيتخ، عارفه ما كاينش 5 درهم، كنت كنشري هذاك ديال 20 درهم راه ديجا كنت كنبارطاجي معكم، واللي كنت كنلقاه رخيص عند مولاي الماكياج، مي دابا ولاو كيديروا هادو يا البنات، ما عرفتش واش شحال غادي يبقى لي. دابا نرجع نقول لكم واش بقى لي ولا لا. ها هو يا البنات قسما بالله لا موار، انا غادي نطبقه غادي تشوفوا
صافي ديروا هكايا باش هكا يهبط ليكم. انا غادي نطبخه وغادي تشوفوا والله حتى واعر. عرفتي يا البنات حمقني هاد الايلاينر، شوفوا يا البنات ما كيبري ما حتى شي حاجه، واعر الا لقيتو خذوه. عرفتوا راه ميمكنش. المهم انا راه ضربت عليه اصلا ما عجبنيش واقيلا بزاف، ما عرفتش شكون اللي وجاني زوين الايلاينر ولا لا. صدق ياك حاجه اللي تفقصني فيه انه ما تيبغيش يتحل داغي. قاد هنا هاي ضربت عليه حتى عرف راسي ما خارجاش. هانتوما شفتوا والله الا واعر، ها هو سكريني. سيرو سيرو جريو خذوا كندير اشاره صبر. ودابا غادي ندوز البنات للماسكارا، هادي تاهي سميتها هيكسيا ناري مسكينه ودا بيوتي غتسمع هاد الاسماء غتنتحر. ها هي باش تعجبوك يا البنات بالباكاجين، عرفتوا راه واعر الباكاجين. شوفوا فن 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 هانتوما، انا عجبني الباكاجين خديته عما هما راه فحال فحال. وغادي نحلوها ها هي كيفاش دايره. هادو البنات كيكونوا بلاستيك يعني واخا تغسلو وجهكم ما كيتجلخش. هانتوما خديت هادشي تاع غليظه كتكون كطلع حجبان زوين اشفار عفوا. وغادي نديرو هانتوما معايا. البنات وساليت الماسكارا ديالي، هانتوما كتشوفو البنات النتيجه ما طلعت ليا حتى شي حاجه، غير المهم غير تفرق الحجبة الشفار وصافي. كتعطي داك لافي فحال ديال الماسكارا ديال اوريفلام، معروف الماسكارا ديال اوريفلام انهم ما كيطلعوش الشفار، فقط غير يفرقوهم ولاو يبانو شفاري خفاف بزاف عكس الماسكارا اللي كندير ديال اسونس. غترجعوا الفيديو ديالي غتشوفوا الفرق. شوفوا دابا المهم خفيفه ديال كل نهار، ماشي ما انا الماسكارا كنموت عليها ما كانش كطلع مزيان ما كتعجبنيش ما حبيتهاش، يعني خصها تكون عندك شفار طوال وكتاف عادي الا درتيها، ولكن انا شفاري زعرين شفاري كوين وداكشي ما لا لا سمحوا لي اخواتاتي ما عادي. واخا تكون تنضن شفارك سميتو بالعكس تفرقهم لك كتلصقهم مع بعضياتهم تيوليو بانوا عندك غير شويه شفار. ودابا غادي ندوزو لهذا، غادي ندوزو للفرجو. هذا الفرجو نتوما عارفيني كنحماق اليوم، هذا اللي داير بحال هكا ولا الاخر اللي على شكل ديال البرجوات هو واعر. هادو بجوجهم البنات بحال فحال بجوجهم بحال فحال غير ديال البرجوات يتهرسوا ضاري لا طاح كيتهرس. هذا شويه صحيح برجوه مدوره بيان سور واعر، ما عمرو ما داروا لي شي حاجه، ما عمرو ما داروا لي الحبوب اش كيقولوا الفرجو واعر واعر واعر. الفرجو ديال 5 دراهم، ها عندي الريفيرونس 0.4 وعندي هذا اللون هذا واعر. خساره كنتي تحب ليا هكا غادي يبقى ملي كديريه كيرجع شويه اورانج فهمتوا ما عيناش. غادي نديرو بهذا الباسو اللي كتعجبني لان كدير ليا الحنيكات. هانتوما الفرجو ديال 5 دراهم تنموت عليه، كان شحال هذيك كيتباع 160 كان ب 10 دراهم. غنديرو وغادي تشوفوا واعر واعر. شوفوا شفتوا خفيف وفن واعر هاد اللون هذا 0.4 خذوه البنات كيجي مع جميع البشرات بشرات. هانتوما ندير مكياج خفيف ما كاين لا زعما لا كونتور لا شي حاجه، اصلا انا راه ندير كونتور بزاف قليل شويه هنا باش ما يبقاش داك فون دو تان باين. هانتوما شفتوا رائع 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 رائع. غادي ندوز البنات لهاد الكحول هذا اللي كنت كناخذو شحال هادي وما كنتش كنلقاه، ودابا عاد لقيتو واعر داير بحال الكحول ديال داير بحال الكحول الغاليين ديال افون ديال ايفروشي ب 5 دراهم. هادو اللي كيكونوا كيطلعوا كيكونوا ميدمين زوينين، وكتلقاو تبع الكحوله كيكونوا ميدمين حتى هما. فغادي نجرب لكم الكحول حتى هو لانني دايره هاد لي لونتي وكيجيو خطيرين مع الكحول. ولي تجلخت لي الماسكارا عاد شفتها. سموكي ولا ما نعرف، المهم انا غازربت عليه زوين يا البنات. شوفوا واعر وكيجي مرسوم واعر 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 بزاف. شو هاد لي لون تيجي يسرعوهم الكحل يجي واعر. انا عرفت تكوني بدا الشعر بحال هكايا يجي خاطر مدار شعري دابا كشطابه ما مصايب ما شي حاجه. صحباتي لان الفيديو جا طويل حاولت اني نجرب ونهضر معكم هكايا. هاد العكر هذا ديال 5 درهم غزال صراحه كنت مزروبه وما قلبتوش في الاخر صدق ماشي مات ماشي مشكل لقيت لي الحل. راكم عارفين البنات في ما يطلع لكم شي عكر ماشي مات حاولوا انكم تاخذوا الفاغا بوبياغ او الفرجو يكون في نفس اللون العكر وديروا في البانسو ديالكم وحاولوا انكم نشفو صافي تيرجع معطو. هنا كاسا كنت بوزا كنتصور هادو راه الفيديو باش غادي ناخذ منو التصاور ديال المنياتير كاسا كنت بوزا عليكم
البنات غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، غادي نهضر معكم بالزربه. ما عرفتش الفيديو جا طويل ولا لا، غادي نهضر لكم بالزربه. بعدا هانتوما الماكياج، ها هو جا واعر، يعني ما تنبانوش واش داير الماكياج 5 درهم ولا داير الماكياج مليون، ها هو جا زوين. الحاجه اللي غادي ننصحكم فيها، قلم ديال الحجبان ماشي مشكل تاخذوه ب 5 درهم، كحل ماشي مشكل تاخذوه ب 5 درهم، عندكم الفون دو تان والبودر في الشك، المهم فون دو تان والبودر حاولوا انكم ما تاخذوهمش نهائيا ب 5 درهم نهائيا 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 البنات، لانه والله العظيم كاين اللي غتقول لي وانت نسيت ايامك. انا ما نسيتش ايامي، بالعكس انا كننصحكم كخواتاتي، لانني انا كنهضر لكم عن تجربه. الفون دو تان كيخرج على الوجه، البودر حتى هي كتخرج على الوجه، المهم حاولوا انكم البودر ماشي مشكل، غير ما تقوشيها منها، ما يمكنش ديرها كل نهار، الا درتيها كل نهار غادي تخرجي على وجهك. وحتى الفون دو تان واخا تقولي غنديرو مره مره النهار، غديري غدا كتبح فيك الحبوب. انا كنهضر على راسي، كندير الفون دو تان ديال 5 درهم، ولا تقول لك كندير ديال 260 كنكنرو ديال الحبوب، كنت كنقول انا منين كيجيني هاد الحبوب، هو راه كان كيجيني من الفون دو تان، وجهي كامل كنتكرفص ليا، كنولا وجهي متقيب، كنولا عندي مسامات، كنولا عندي الحبوب، كنولا وجهي فيه ليطاج، يعني راه دازت عليا. الفون دو تان رخيص ما تاخذوش نهائيا. شنو الحاجه اللي ما غاديش تاخذوها رخيصه؟ صافي الماسكارا، الماسكارا الماسكارا البنات، الى رجعتوا الفيديوهات ديالي ما عمرني ما درت شي ماسكارا، سواء تدي 5 درهم ولا 260 ما تهمنيش. دوك الماسكارات اللي كيتباعوا راه هي البنات تيطيحوا الشفار عن تجربه. فاش كنت يلا بديت الماكياج كنت كنشريهم، وفاش كنت كنغسل وجهي الشفار كامل كيطيحوا، وانا متاكده ان شحال من وحده غتكون متفقه معايا في هذه القضيه، الشفار كيطيحوا، الماسكارا كطيح الشفار، ماسكارا رخيصه كطيح الشفار مليون في المية، ما تبقى عندك حتى شي شفره. وكانوا معايا بنات بزاف كانوا عندهم الشفار بزاف وطاحوا لهم. خودي ماسكارا ديال اسونس ارخص وحده كدير ب 35 درهم، خطيره واعره. انا كنحماق على شي حاجه سميتها، او بلا ما قلت انا كنحماق على شي حاجه سميتها فودوت ماسكارا ديال اسونس واعرين. الماكياج ديال اسونس اللي عند السفير غتلقاي عندي، غتلقاي عنده فوندو تان ديال اسونس، الا ما عندكش غتلقاي عنده فوندو تان ديال 45 درهم، ولو يكون عندك عنده دي فوندو تان زوينين. اسونس فيها رخيص، فيها ماسكارا رخيصه، فيها فرج رخيص، فيها ماسكارا الحجبان رخيصه، ارخص ماركه. جمعي الدرهم على اختها وسيري شري فوندو تان ب 900 ريال، وغايجيك واعر وتيدرق وكلشي، ولا انك تشري فون دو تان ب 5 درهم وغيخرج لك البشره ديالك وغتندمي غتندمي. قلم الحجبان دايز، الكحول دايز، فرجو دايز، العكر دايز، بودر لا كنتي غديريها مره مره، مي فون دو تان والماسكارا غتخرج عليكم ديال بصح. فيا البنات كانوا هادو هما النصائح ديالي، هادو ما نقدرش نشريهم نهائيا. فون دو تان وماسكارا سقط ليني ما نشريهاش، اما العكر 5 درهم، فرجو 5 درهم، كحوله والم ما عنديش مشكل. خاطركم بنات الشعب حتى انا كيعجبني ماكياج، حتى انا يا ما كانش عندي وكنت كنديرو باقي لحد الان باقي، يعني واخا خدامه في يوتيوب وكنتخلص واحد الخلصه اللي الحمد لله، مي ما يمكنش نبقى نشري داكشي غالي بزاف، ما يمكنش. عاوتاني فرجو كيجي زوين، عمرو ما دار لي الحبوب، كحل عمرو ما دار لي شي حساسيه، القلم ديال الحجبان عمرو طيح لي حواجبي، فعلاش غادي نشري حاجه غاليه بزاف الا لا وصلتني ولا شي حاجه، ولا كانت شي حاجه عجباني بزاف. فهذا ما كان البنات. الفون دو تان كحماق عليهم، الا جا كتقول لي فون دو تان كيدير ب 4000 ريال، فوق 4000 لا ماكسيموم 4000 ريال نمشي ناخذو، لان كنحماق على الفون دو تان. وصافي البنات كان هذا هو الميك اب ديال اليوم، قولي كيفاش جاني، واش زوين ولا لا. حجبان اللون هو اللي ما عجبنيش، ما مباشره غادي الحموريه. وصافي الكحول انتوما صراحه جاني زوين الماكياج، هكا ما كنتش كنت خارجه غير الشعر كوكب مصايب غيبان الماكياج اكثر، شعري ما مصايبش كوكب مصايب غيبان الماكياج اكثر واكثر. وصافي البنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، وما تنساوش انكم تخليو ليا بزاف ديال العراق، وقولوا لي الافكار اللي بغيتو تشوفو، شنو بغيتو نجرب ليكم، اي حاجه على خاطركم قولها ليا في لي كومونتير. كامكم بزاف ديال الافشاري، المهم نتوما راه بحال خواتاتي بحال اللي كاسن معايا، كاين اللي كيقول لي لياقه ولا برو، والله خواتاتي كنتصرف معاكم عادي. كامكم بزاف ما تنساونيش باللايك، وقولوا ليا شنو الحاجه اللي كتعجبكم حتى نتوما في داكشي ديال 5 درهم. سلامه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.